بس كل حاجة هي حاجة تفصيلية من فوق كده خالص. في سيستم منظم حط يعني اللي حطه ناس فاهمة عاوزة تنمية، عاوزة الوضع يبقى أحسن، أو بتساعد النظام كرة في المكان إنها تبقى كويسة، فحطين سيستم كويس كل الناس بتمشي عليه، سواء أندية أو في النادي حاطت سيستم اللعيبة تمشي عليه وهكذا. يجي بعد كده في الحتة التدريبية، كل الناس دي مفيش حد شغال هناك في الكورة إلا هو كادر واخد شهادة متعلم يمارس اللعبة، أو لو مارسهاش أخد شهادات عالية تأهله إن هو يطور من اللعبة. فدي في حد ذاتها أساسا مش موجودة هنا، يعني دي أساسا مش موجودة، ده رقم واحد. نيجي بعد كده بخش بقى الناحية التدريبية، ناس هناك بتتعلم دايما باستمرار، بتواكب التطور بتاع الكورة، في حاجات جديدة، في خطط جديدة، في أجيال جديدة، ده اللي مش موجود عندنا هنا. تدريب يعني هتلاقي 4-4-2 بتاعت زمان هي نفسها 4-4-2 بتاعت دلوقتي، باختلاف بعض التمركزات أو بعض كل فرقة فيها مثلا كواليتي معينة من اللعيبة، فبتضطر تحركهم بشكل معين في الملعب. لما تيجي بقى بتتعامل مع الناشئين، مع اللعيبة الصغيرة، فأنت محتاج المدرب اللي بيتعامل مع اللعيبة الصغيرة دي يبقى هو مواكب ده، بيديهم الجديد دايما، عشان ده لما هيطلع يلعب فريق اول لازم يبقى اوريدي متعلم متاسس وبيعرف يتعامل معاهم، بيعرف يتعامل مع اللعيبه. ده طبعا مش موجود هنا، فاللعيب بيطلع من هنا مثلا من مصر، اللعيب الصغير المدرب اللي ماسكه تحت في الناشئين بيبقى مثلا لسه مبطل كوره، ما اساسا ما درس اللي هو اتعلمه في الكوره، هو اتعلمه خلينا اقول لك مثلا من 10 سنين فاتت. فانا مستحيل هدي لعيب صغير حاجات انا اتعلمتها من 10 سنين وسايب الحاجات المتطوره اللي هي دلوقتي. انا مش عاوز اعمم طبعا، ممكن يبقى فيه مدربين كويسين في الناشئين باللي انا بشوفه دلوقتي، مش بتكلم مثلا اللي انا كنت مثلا رونالدينيو ولا كنت لعيب واو، بس الحمد لله انا ليا نظر، لعبت اكتر من 10 سنين برا مصر واعرف اشوف الفرق. باللعيبه اللي طالعه كلها دلوقتي ما فيش امكانيات، كانت محدودة قليلة جدا. لما قعدت مع الناس في وادي دجلة كان عندهم بروجكت كويس، السيستم هناك منظم جدا من اول اختيارات اللعيبة للتيم للأجهزة لكل حاجة، حتى الناشئين ناس أجانب ومش أي أجانب عاديين، ناس واخدة لايسنس كبيرة من يويفا، فعاملين سيستم كويس في النادي. اتشجعت اللي انا اكون موجود، غير طبعا اللي انا ببص برضو اللي قدام كناحية تدريبية، وان انا اكون متواجد مع مدربين او مع اشخاص واخدين رخص تدريبية كبيرة عالية اللي انا اقدر استفاد منهم. فدي بالنسبة لحاجة كويسة ان انا اكون موجود في الملعب وبستفاد برضو بره الملعب. لما مشيت من سموحة، انا بقى سموحة كنت في المقصة بس قعدت فترة كده شوية، المقصة دي يعني ما قعدتش فيها كتير. لما خلصت الفترة دي حسيت ان انا اتخنقت بصراحة، مش عاوز العب كرة تاني من التجارب اللي الواحد شافها في الفترتين دول. بعدت بصراحة، ما كنتش بكلم حد عادي، ما كانش عندي اي مشكلة، ما كنتش بحاول ان انا اشوف عروض او حاجة، لحد ما حد كلمني على الإسماعيلي. كان لسه أستاذي حكومي كان لسه ماسك، بعدين حصل موقف كده فقلت لهم مش عاوز أروح عادي مفيش أي مشكلة. بعدها كان في أسوان، بس بصراحة أنا يعني فضلت اللي أنا كنت راحتي النفسية، أنا كنت مرتاح نفسيا اللي أنا أبقى في وادي دجلة، ولا انا اخد انفذ البلان بتاعتي دلوقتي، فكان بالنسبه لي ده افضل اختيار. يعني اسعار اللاعبين مبالغ فيها جدا جدا، واسعار المرتبات مبالغ فيها جدا جدا جدا. اللاعب بيتقاس بامكانياته انا لما اجي الطبيعي لما اجي اشتري لعيب
انا راجل مسؤول هشتري لعيب. اولا انا كنادي لازم يبقى عندي سيستم، سيستم كوره، مش هقول يبقى مدرسه، بس هو في منهج عندي من اللعيبه من الناشئين للفريق الاول، في سيستم بلعب بيه. ممكن اغير المدرب، بس المدرب اللي هجيبه هيبقى بيتوافق مع السيستم ده، فهيجي هيحط التاتش بتاعه، بس السيستم الريد لاين هو هو. فيوم ما هجيب لعيب، هجيب لعيب هو يتوافق مع السيستم بتاعي اللي انا حاطه ده في الكوره عندي في النادي. ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان اجيب اللعيب ده اللي هو يتوافق مع السيستم ده، بشوف امكانياته، هل هو احسن من الناس اللي عندي او هو اقل، بس انا محتاج حد اقل عشان يبقى باك اب مثلا، اللي هو يبقى رقم اتنين للي عندي. وهل اللعيب ده بعد كده، اللعيب ده الفترة اللي لعبها قبل كده هو حقق ايه، والقيمة بتاعته قد ايه اساسا عشان يجي. يعني مثلا مش هجيب لعيب كان بياخد 100,000 جنيه واروح مديله 100 مليون، في فرق شاسع. فدي كذا حاجة عشان اعرف اجيب لعيب يخش النادي عندي. فبشوف لعيبة اساسا ما بتلعبش في انديتها، او ما كانش بتلعب في النادي بتاعها، بتروح اندية تاني بتاخد فلوس اساسا اكتر من اللي كان بيلعب فيه، هو اساسا ما كانش بيلعب. يعني انا ما اعرفش هو خرج ازاي من، ممكن هقول ده طبيعي ماشي، في مدربين عارف امكانيات اللعيبه، فمش هحكم عليه مثلا من اخر سيزون او اخر تو سيزونز اللي هو ما كانش بيلعب كتير، بس مستحيل هجيبه هديله رقم اعلى من اللي كان بياخده. او بيبقى لعيب مثلا بيلعب في نادي وسط وما كانش بيشارك باستمرار، وبعد كده قال راح نادي كبير، فاللي هو بناء على ايه مش عارف. فحته الارقام دي يعني خزعبليه شويه هنا في مصر جدا. يعني هو برضو في نقطة هنا برضو الناس لازم تعرفها، ان الناس دي برضو في وقتهم الارقام اللي كانوا بياخدوها كانت ارقام عالية. يعني زي مثلا لو كان مثلا كابتن ابو تريكة مثلا في الوقت اللي كان بيلعب فيه كان بياخد مثلا 2 مليون جنيه، فال 2 مليون جنيه دول يعادلوا مثلا 12 مليون جنيه دلوقتي. بس هو لو دلوقتي بيلعب دلوقتي مش اقل مثلا من 25 مليون 30 مليون مثلا مرتب بالارقام بتاعت دلوقتي. ده 25 ده معلش ده السعر القديم، فهو دلوقتي هتلاقيه، خلينا اكلمك بالدولار، ياخد له بتاع 1.5 مليون 2 مليون دولار. هو سبب واحد دايما في سبب انتقالي للزمالك، لا سببين، سبب واحد الفلوس كانت دايما هي دي كانت العقبه بالنسبه لي. اول مره انا كنت بلعب في نادي السكه الحديد، كان عندي تقريبا 13 سنه، كنا بنلعبهم في دوري القطاعات اللي هو الجمهوريه ده، وكان المدرب بتاعهم كلمني الله يرحمه كابتن محمد عباس، ورحت فعلا نادي الزمالك واتمرنت معاهم شهر. وبعدين جت في بدايه السنه المفروض هم يخلصوني من النادي، راح قالوا لي احنا ما فيش فلوس ومش هينفع وكده، فرجعت طبعا نادي السكه، وكابتن محمد عباس برضه الله يرحمه مشي راح وادي دجله، والسنه اللي بعدها خدني دجله، فهم اشتروني بقى وانا عندي 14 سنه رحت دجله. تاني مره كنت قعدت مع استاذ احمد مرتضى، وكنا تقريبا بنتكلم في كل حاجه، وحصل ان كان في يناير الكلام ده، كنت ساعتها في شهر ديسمبر وكانت الانتقالات بتاعت يناير، وكان في مكان واحد في القايمه، وخالد بوطيب اتصاب وكانوا هيمشوه، وكان كاسونجو راجع من اعاره تقريبا، اعارته حد فسخها كان في حته وفسخوا الاعاره بتاعته، وكانوا هو ده المكان الوحيد، فمشى ابو طيب وجي كاسونجو، وراح قال له ساعتها ممكن تمضي وتروح مش عارف ايه، طب انا اللي خلينا امضي، ما خلاص انا رحت اليونان ساعتها. المره الثالثه بقى دي لما رجعت بقى من اليونان وقعدت مع كابتن ايمن يونس وتقريبا خلصت كل حاجه، وبعدين تاني يوم قال لك ما فيش فلوس في النادي واحنا ما مش هنمضي لعيبه جديده، وفعلا ما فيش ولا لعيب جديد جه في الفتره دي. اقدر اقول بنسبه كبيره، لان احنا كنا بنتكلم ساعتها وكان الكلام رايح جاي ما كانش فيه اي مشكله. وبعدين بعدها انا كنت ساعتها بلعب في امريكا وسافرت، بعدين لقيت حصل بقى موضوع المشاكل ده ظهرت، وبعد كده كلهم مشوا تقريبا والموضوع وقف تماما. يعني ده كان اللي حصل، ف يعني بنسبه كبيره لما كملناش تفاوض تقريبا بسبب الموضوع ده. يعني انا ميكس مش هكدب عليك، مش اجابه دبلوماسيه ولا حاجه، بس السبب اللي انا عيلتي مقسومه نصين، يعني انا عندي والدي الله يرحمه كان زملكاوي جدا، وعمي وكده،
وعندي والدتي كانت اهلاويه وخالي وخلاني كلهم كانوا اهلاويه، فانا كان عندي الميكس ده على طول في البيت يعني. فكنت اروح مثلا اللي اقعد اتفرج مع والدي مثلا بقى في ماتش للزمالك، وكان خالي ياخدني معاه مثلا الاستاد اروح ماتش الاهلي. كان الموضوع ميكس يعني. بس ممكن شويه كون اللي انا كنت بروح مع كان خالي بياخدني الاستاد على طول، كان والدي على طول في الشغل او كده، فكان ساعات بياخدني معاه ماتشات بتاعه الاهلي، فممكن كان شويه يعني الحته بتاعت يعني الاهلي شويه ادت عندي سنه يعني عن الزمالك. هو اختيار صعب. ايه السبب؟ مش دبلوماسيه، بس انا هشرح لك ليه. انا فرصتي في اللعب الزمالك 100%، مش هروح الاهلي خالص. لو انا بتكلم في ككوره وكتيم اللي انا اروح عشان العب اقدر اضيف حاجه واقدر انا استفاد هروح الزمالك. انما الموضوع دلوقتي بقى معقد شويه، ما بقاش كوره بس. فانا لو حياتي مش مستقره ودنيتي مش مستقره ومفيش فيش استقرار بره الملعب، مش عارف ادي في الملعب. فهي موضوع معقد. مفيش استقرار يعني، ما انا مش هكدب عليك، هي الدنيا واضحه. هو على طول دلوقتي في مشاكل في نادي الزمالك، في مشاكل في فلوس، في مشاكل اداريه حاصله، في حاجات كتير. انا مش هكدب، الناس كلها شايفه دي، ما بتاثر على اللعيب. مش اقول لك ما بتاثرش، الناس اللي تقعد تقول لك لا طالما انت بتنزل الملعب ومش عارف، مفيش الكلام ده. انا لو مش مرتاح، مش معنى كده ان بقول لك انه لو النادي اتاخر عليا شهر، اتاخر عليا مثلا شهرين بس بعد كده بقبض، ده عادي جدا في الكوره وبتحصل في اوروبا على فكره. كانش فيها، كانت بتحصل معايا، كنت اقعد شهر او شهرين ما اقبضش وبعد كده بقبض الشهرين، ما فيش اي مشكله. ده في الناحيه الماديه. الموضوع بقى بتاع اللي ليه علاقه مثلا بمشاكل حاصله بقى وقضايا ومش عارف ايه، دي ما مش هكدب عليك، دي ما بتاثرش، ما لهاش اي علاقه. انا يعني حاجه ما تخصنيش، انا راجل ليا في الملعب، باخد راتبي او باخد مكافئاتي او القصه دي، في ملعب بتمرن فيه معايا مدرب كويس او بلعب ماتشات. فما يشغلنيش ان مثلا رئيس نادي معاه مشكله او عضو مجلس اداره معاه مشكله، دي ما تاثرش. مش هكدب عليك، ما تاثرش على اللعيب. اللي بيأثر على اللعيب الحاجه اللي تخصه هو بشكل مباشر، اللي انت ما توفرليش فلوس، ما توفرليش حاجه كويسه يعني، مثلا فندق كويس قبل الماتش، ملعب تمرين كويس، او توفر لي لبس كويس او حاجات زي كده. حتى اللبس كمان مش حاجه كبيره، بس انا لو باخد فلوسي كويس، معنى مش معنى باخد فلوس اللي انا بلعب اللي هو ايه، اللي طالما قبضتنيش مش هلعب. انما لا، انا راجل محترف، فانا ليا متفق معاك على رقم معين فانت تدهوني. في انديه بتبخس ده وطالبه منك اللي انت تلعب وتادي فالموضوع بس هو ده اللي انا اقصده، ان الموضوع معقد شويه. انما ككوره زي ما انا قلت لك، الزمالك من غير تفكير. في الكوره ما يعني ما قابلتش ده بصراحه، ما قابلتش ده لا هنا ولا بره. انما كان الموضوع ده كان بسبب بنتي. ده حصل بقى من مصر، كانت الكومنتات يعني كانت كلها من مصر يعني. حتى انا بدا ما انا عايش بره ما كانش في اي مشكله خالص. بعدين كان في كومنتات سلبيه كتير، فساعتها كنت طلعت بالتصريح ده اللي هو بتاع اللي انا ما قابلتش ده بره في الفتره اللي قعدتها كلها، مع ان انا كنت رحت اسيا واوروبا وامريكا وكل حته، بس حصل في مصر. ابتدت تسترجع عندي بقى حاجات من واحنا صغيرين، وناس بتتعرض ليها عادي دلوقتي ما فيش اي مشكله، من الواد الصغيرين في المدارس والكلام اللي بيتقال والحاجات دي كلها. في ناس يعني انا كنت اخده معانا عادي، من الموضوع مثلا اخده عادي. في ناس بنت عندها عدم ثقه في النفس، او بقى عندها زي تروما كده، فاهم؟ اللي هو زي صدمه من التنمر ده. هو في نقطتين. النقطه الاولانيه ان الناس دي اعتزلت قبل كابتن شوقي، ما هو ما كملش منهم تقريبا. ساعتها كان كابتن حسن عبد ربه، كابتن حسام غالي، كان كابتن عصام الحضري، دول تقريبا الثلاثه اللي كانوا موجودين. وكان محمدي كان صغير شويه فكان اصغر منهم فكان مكمل عادي، بس دول كانوا تقريبا اكبر ثلاثه من الجيل اللي قبليه. الباقي كله كان اعتزل. كابتن شوقي كان راجل فير قوي، كان راجل حقاني قوي،
فكان اللعيب مثلا اللي بيلعب في المحله ومتالق زيه زي اللي كان بيلعب ساعتها في اتحاد الشرطه متالق، بيجيبه بيوديه المنتخب، ما كانش عنده اي مشكله، ما كانش بيفرق لا اهلي ولا زمالك، ما كانش فيه انت كويس هتيجي مش كويس ما تجيش. دي كانت بصراحه كانت حاجه ممتازه فيه جدا. طبعا دي ما بتعجبش الناس، فانا لما اروح اجيب واحد اسمه علي غزال محدش عارف عنه حاجه، راجل طالع من وادي دجله وبيلعب في البرتغال، واسيب مثلا بدون ذكر اسماء فلان وفلان اللي بيلعب في الاهلي، فدي كارثه. فكان طبيعي كابتن شوقي كان بيتهاجم اساسا من قبل ما يعمل اي حاجه، زي السلام عليكم كده كان بيهاجموه، غير ان اللعيبه كانت طبعا بتيجي بتتهاجم من قبل ما، طبعا انت بتتهاجم من قبل ما تلعب، بتتهاجم من اول ما بيعلن القائمه عشان في اللعيب الفلاني اللي في النادي الفلاني ما راحش. الفتره اللي قبلها لما حصل كان في اخفاقات ان ما كانش في التصفيات ما كناش بنروح كاس الامم، والترتيب بتاعنا بقى متدني جدا، طبيعي لما تاهلنا ورحنا عشان نتاهل اساسا في المجموعات كان معانا السنغال وتونس، وكان السنغال في بدايه المجد بتاعها، بدايه الجيل بتاعها الموجود دلوقتي، وتونس برضو كانوا جددوا المنتخب بتاعهم، فانت معاك السنغال وتونس في المجموعه، وكان تقريبا كانت بوتسوانا تقريبا كانت معانا، فكان الوضع صعب جدا، وانت منتخب معتزل عندك جيل كامل اعتزل، بتعمل توليفه جديده، كان في شباب كتير ساعتها في المنتخب، فكان محتاج وقت، كان محتاج وقت. وبعد كده اول اختبار افريقي ليك، لعبنا اول ماتشين خسرنا السنغال بره، وبعد كده خسرنا تونس هنا في القاهره، فكان طبيعي ان يبقى في ضم عناصر جديده في الماتشين اللي اساسا كانوا اسهل ماتشين، هو بوتسوانا في ذهاب وعوده. على فكره انا ما رحتش الماتشين دول مش عشان كلامي حصل قبل كده، بالعكس انا جالي مزق قبل المعسكر وكابتن شوقي يكلمني كان بعت لي فاكس، بس ما لحقتش يعني اللي انا اروح عشان برضه الناس تبقى عارفه الموضوع ده. وجات فعلا بقى في عناصر جديده وكسبنا الماتشين، بعد كده جينا نلعب السنغال وتونس تاني، كان السنغال في القاهره وتونس بره وخسرنا الماتشين، لان ده كان الطبيعي، ده كان الطبيعي وقتها، في فرق كبير، ولكن كان لازم يبقى في ضحايا، ف كنت انا من الضحايا عادي. صلاح طبعا لما من ايام منتخب الناشئين والشباب وكده، كنا الجيل بتاعنا ده كان جيل كويس، كان فيه لعيبه كويسه جدا، ما كنتش تقدر تقول مثلا ان صلاح هو اللي هيوصل لحاجه زي كده، عشان ما اكذبش عليك كان فيه لعيبه في الوقت ده كنت ممكن تقول ان هم يقدروا يوصلوا لحاجه زي كده اكتر من صلاح، ولكن سبحان الله الراجل ربنا وفقه ولعب في المقاولين وعمل الخطوه بتاعت بازل فرقت معاه جدا، بعدها ما شاء الله اخد خطوه بخطوه كان احسن للاحسن لحد ما وصل محمد صلاح يبقى احسن لاعب في تاريخ مصر كلها وبيصنف دلوقتي عالميا. يعني كشخصيه هو طبعا كان هادي جدا، يعني مش عاوز اقول مش اجتماعي ويقعد ويتكلم مع الناس كلها وكده، طبعا ليه صحاب اكيد وكنا صحاب من زمان، بس هو كان في حاله يعني. بعدين في الكوره اكيد اتطور، لما تاخد الخطوات دي في حياتك وتلعب في بازل، كان في الفتره دي افضل نادي في سويسرا، وتلعب دايما يوروبا ليج وبتوصل بتدرب مع مدربين كويسين، اللعيب اللي ما يستفادش من التجارب دي او انه يبقى في ليفل عالي او مع مدربين كويسين وما بيتطورش يبقى مشكله فيه، فهو استفاد من ده عشان هو عاوز يستفيد وعاوز يتطور. الناس كانت بتتكلم لما صلاح مشي لما كان في بازل كانت بتقول عنده سرعه بس، لما راح الدوري الانجليزي كان ضعيف جدا كان ضعيف جدا، والناس بدات تتكلم انه الليفل البدني بتاعه مش حمل الدوري الانجليزي ومحتاج يظبط فينيش ومحتاج مش عارف ايه، راح خد خطوه من الدوري الانجليزي راح الدوري الايطالي اتحسن جدا فيها، بقى الحته دي بقت عنده افضل لحد ما رجع تاني الدوري الانجليزي، واحنا شايفين بقى عامل ازاي ما شاء الله، فدي حاجه تحسب له طبعا. دي حاجه شخصيه، حاجه شخصيه بمعنى لعيب الكوره دايما المفروض هو عارف انه معرض لده بنسبه 99%،
الجمهور الخصم مش بيبقى طول الماتش بيشجع فرقته بس، بل بالعكس هو بيبقى عاوز يعمل اي حاجة، مثلا يجيب افضل لعيب في الفرقة التانية، عاوز يخرجه عن شغله، يخرجه عن تركيزه عشان ما يبقاش كويس، عشان يخرج برا الماتش. فلما بقى انا لعيب انا عارف ده او بالامكانيات دي، فلازم ان انا بقى اهدى، ابقى اهدى شوية. نيجي بعد كده رد الفعل بقى. رد الفعل ده بيختلف من شخص لشخص، زي ما انت قلت مثلا عماد متعب قبل الموضوع، لان جمهور الزمالك بيعمل كده ليه مع عماد متعب؟ عشان عارف ان كل ماتش اهلي والزمالك هيجيب جون وهيبقى هو الهداف دايما في ماتشات الاهلي والزمالك، فبيخرجوه بره الماتش. جمهور الاهلي نفس القصه، بيعمل كده مع شيكابالا، عارفين انه اختار لعيب مثلا في الزمالك، ده شخصيته، اخذ الموضوع هدى الدنيا وخلاص، هيشتمون هيعمل هيروح يتخانق مع الجماهير كلها وهدى الدنيا وخلاص، والبناء عليه الناس قبلت الموضوع ده انه خلاص انت يعني احرقتنا، ان هو مش احرقتنا، هو ما خدوش ان انت احرقتنا، مش فارقه معاهم، هم كده كده عاوزين يخرجوا من الماتش، بس هم خدوا الموضوع اللي هو ايه، هو مش بيتاثر كده كده، فهنشتمه ليه؟ خلاص فالموضوع نشوف لعيب تاني. انما لما نيجي عند شيكابالا، طالما انت خلاص دخلنا في القصه وكده، لما جمهور الاهلي يشتمه وبعد كده هو يبدا يرد، بعد كده يخرج بره الماتش، فخلاص جمهور الاهلي عارف ان ده بيجيب نتيجه، فكل ماتش هيعمل كده، هيعمل معاه كده لانه عارف انه هيخرج بره الماتش. اللي انا بقوله ده مش معناه اللي انا موافق على اللي الجمهور بيعمله، او اللي انا ضد اللي اللعيب بيعمله لسبب. ايه السبب اللي انا مش ضد اللعيب بيعمله؟ لان كل واحد ليه رد فعل، هو رد فعله قبله كده، في واحد تاني رد فعله لا، مين بقى بدأ مين ما بدأش، فدي قصة كلنا عارفينها، يعني ان الجمهور دايما بيحاول يستفز لعيبة الخصم عشان يخرج برا شارهم، في ناس بتاخد الموضوع ده بتنيمه، وفي ناس بتقابل الموضوع ده فعلا تخرج برا تركيزها، فخلاص الجمهور عارف المفتاح فين، فده كل واحد حسب تفكيره. أول سنة مشيت فيها من مصر رحت للبرتغال، كان مصادف رمضان، كان في أول فترة الإعداد، كان موت. بعدين رحت التمرين، في فترة الإعداد دي كنا بنتمرن مثلا تمرينتين في اليوم أو ثلاثة أو حاجات كده، فكان في حمل جامد جدا. وكان المشكلة كمان إن أوروبا في الصيف المغرب مثلا ممكن نفطر الساعة 10 بالليل، والسحور كان مثلا الساعه 3، فشايف انت الوقت وقت قد ايه، وقت كبير جدا. فجيت اول يوم ده اتمرنت التمرين بتاعه الصبح، كنت صايم، بعد كده جيت على التمرين بتاع بعد الظهر، فما قدش اغمى عليا في الملعب، وكان موضوع جولي بقى كلهم، المدرب والنادي، انت لازم تفطر ومش عارفه ايه. قعدت بقى ساعتها، انا كنت منهار، اول مره اسافر ويحصل معايا كده، ورمضان عمري ما فطرت في رمضان. قعدت كلمت بقى انا الصحابي، وكلمت ناس في الازهر ومش عارفه ايه والقصه دي كلها. فبقيت الايام اللي انا بتمرن فيها تمرينتين او ثلاثه في اليوم بفطر وبعوضها بعد رمضان، والايام اللي بتمرن فيها تمرينه واحده او ماتش كنا فتره الاعداد بصوم عادي، ما كانش فيه اي مشكله. بس كان اليوم اللي بقى فيه ثلاث تمارين ده كان شاق جدا يعني، وما كنتش ما كانش ينفع ان انا ما اروحش التمرين في فتره الاعداد، لازم تتمرن. لو في ايام عاديه كان عادي. بعدها ابتديت اتاقلم بقى، رمضان اللي بعديه خلاص الدنيا كانت اهدى شويه وهكذا، لحد ما وصلت امريكا بقى الوضع كان مختلف. يعني كان تمريننا الساعه 10 الصبح والفطار كان 9:30 بالليل، فاللي هو انت بتبدا يومك خلاص خلصت الطاقه اللي عندك كلها، وتقعد بقى طول اليوم ميت. فامريكا قبل رمضان، فهم قالوا لي انت مسلم وكده، قلت لهم يعني هم عارفين ان انا مسلم، فقالوا لي انت بتعمل رمضان؟ قلت لهم انا بصوم. قالوا لي اوكي، فجابوا لي الدكتور التغذيه، كانت مظبطه لي بقى الاكل في الفطار لحد السحور باكل ايه، وكنت شهر كامل بتمرن الصبح عادي الساعه 10 الصبح، وماتشات ما كانش فيها اي مشكله وخالص، ما كنت خلاص اتاقلمت، اخدت على الوضع. في ناس كانت بتساعدك ان انت تأدي العباده بتاعتك على احسن وجه، وفي ناس هو عادي مش هو التمرين الساعه كذا وخلاص، هو ملوش دعوه انت بقى بتصوم ما بتصومش، دي ما حاجه ما تخصهمش يعني. كان يومي بيبقى يعني كان بيبقى صعب شويه، خصوصا لما تبقى لوحدك كمان في الغربه، الموضوع بيبقى تقيل. كان رمضان بصراحه كان تقيل قوي، كان بيبقى الدنيا صعبه شويه نفسيا يعني.
في مصر هنا لا، الدنيا ما احنا هنا كلنا بقى منا في بعضينا كده، والدنيا حلوة يعني طول اليوم، محدش بيعمل حاجة، وبعد كده التمرين الساعة 9 بالليل ولا 10 بالليل، فالموضوع هنا سهل جدا يعني، حاجة فرض والواحد مش متعود. انا نفسيا على فكرة رمضان ده انا تعبت جامد، فترة الاعداد دي كانت اصعب فترة اعداد قابلتها في حياتي، مع ان التمرين ما يعني ما كانش جامد قوي، احنا كنا هنا مثلا في مصر بنقعد نجري بالكيلوهات، هناك لا اقل من كده. كنت بحب باتريك فييرا وترام، ليليان ترام بتاع منتخب فرنسا، الاثنين كنت بحب الاثنين دول قوي. انا خرجت من هنا من الناشئين، ما لعبتش فريق اول، انا لعبتش في الدوري الممتاز ده مثلا غير لما جيت سموحه ورحت المقصه يعني، فما قابلتش مهاجمين هنا بصراحه عشان ما اكذبش. الفتره دي كلها انت ذكرت الاسم وذكرت الموقف، بس انا تقريبا الموقف ده مش زي ما انت ذكرته. ايه السبب اللي انا على حد علمي يعني ان فرق الرقم ما كانش كبير قوي، خصوصا ان كمان رمضان كان جاي من دوري انجليزي، فاوريدي كان الراجل ما شاء الله برضو عمل فلوس. لو انا مكان رمضان اكيد كنت هكمل في الاهلي، ده 500%. ايه السبب؟ ماديا هكون الحمد لله عملت رقم، والفرق ما كانش كبير على حد علمي، وتعويض الفرق اللي مش كبير ده كان اتعوض بحاجات تانية يعني. انا ما كنتش هاخده في ايدي فعليا، ما كنتش همضي عليه، بس كنت اعوضه بحاجات تانية، اعلانات مثلا كنت اعوضه ببرامج، اعوضه ب مميزات كتيرة لعيبة الاهلي بتاخدها بقى، خليني اكون صريح يعني. فأنا كعلي كنت هكمل في الأهلي من غير أي تفكير. رسالتي واضحة، أن الناس لازم تتعلم أن أنت بتنتقد شخص لفعل هو عمله، أنت بتنتقد الفعل ما بتنتقدش الشخص، ده مفهوم الانتقاد يعني. انا راجل مثلا، خلينا اقول في مجالنا، انت لعيب كوره عملت ماتش وحش، فانت بتنتقد اداؤه في الماتش، ما بتنتقدش كشخصه، انت شخص كذا، انت مش عارف ايه حياته، هو راجل شخصه غير اداؤه اللي هو بيعمله، زي مثلا الناس الناقد الفني والناقد الفني بتنتقد دوره في الفيلم، بتنتقد الفيلم ان هو مثلا ما كانش هادف او واتيفر، انما ما بتنتقدش ان لا ده انت شخص كذا، ده انت مش عارف ايه. فلازم الناس تفهم حاجة زي كده.